رح نروح ونحكي انه نحن بكل الاوقات نحن بنطلع وبنفوت بالحياه، ولكن ما بنتوقع انه بجوز نلاقي عقبات، بجوز نلاقي صعوبات بالحياه. يعني مو كل الوقت هي هي بدنا نعيش بحالة وردية، ولكن في قصص بتصير معنا هي كتير بتأثر على نفسيتنا، ممكن تأثر صح. على جسدنا، بعد فترة يصير في عنا أيضا نوع من الأمراض، ويكون شيء نتيجة ستريس مزبوط والتفاجؤ بالغير متوقع. أكيد. ويمكن لي قلتي شيء كتير واقعي وكتير بنمر فيه. دائما بنقول في مثل أو مقولة مشهورة، دائما بنقول تمشي السفن بما لا تشتهي، يعني الإنسان بيتفاجأ أحيانا بشيء ما أنه متوقعه. هاي حالة التفاجؤ بحد ذاتها بتعمل ردات فعل عند الناس بالتجاوب مع هاي الحالة. في ناس ما بتقدر تتصرف ببعض المواقف، خصوصا لما بيكون في شيء خارج عن إرادتها. طبعا كل هاي هالموضوع اللي حكينا فيه رح نحكي أكثر بتفاصيل كيف ممكن نقوي من حالنا، كيف فينا نعكس طاقتنا الإيجابية مهما كانت الظروف. هاي المواضيع رح تعرفنا عليها خبيرة التنمية اختصاص الطاقة راما الدنيا. يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكي. صباحكم يا هلا. أهلا وسهلا. صباح الخير رام، أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية خلينا نحكي شو هي طاقتنا، كيف فينا نطور طاقتنا، كيف فينا نخليها حلوة لطاقتنا، كيف فينا نبعد عن الستريس. بكفي السنين اللي عشناها، لازم نقول ستوب، وهذا الشيء اللي مزروع جواتنا لازم يكبر ويتوظف بالشيء الصح. صحيح. هلا بلشتي بشو هي طاقتنا. طاقتنا هي كل شيء مدخلات علينا، من طاقة المكان، من التجارب اللي نحن بنمر فيها، من الشغلات اللي نحن بنحس انه هي اثرت فينا بس مرقت، بس هي ما في شيء بيمرق. كل هاي الطاقه نحن بنختزنها بشيء اسمه الهاله تبعنا، وهذا الشيء بيرجع بدوره بيشع على الاخرين، مثل مجال خليني اقول من الطاقه بتعكس هذا الشيء اللي نحن اكتنزناه كل الفترة الماضية، قد تكون من سنين سنوات الطفولة الأولى. طاقتنا هو الشيء نحن أوقات منولده وشيء نحن منكتسبه فعليا. أما كيف منخليها حلوة مثل ما حضرتك سألتي هذا السؤال، هو سؤال كتير واسع عم تصير عليه كورسات كاملة، بس ببساطة فيني أنا جاوب عليه بكلمتين أو بسطه بكلمتين، اللي هي حاول أخذ الأمور ببساطة. حاول أخذ الأمور، يعني خلي الحياة فيها ما هي تمر فيه، يعني أنا اللي أثر ما أنا اللي أتأثر. يعني حاول قدر الإمكان أنا طاقتي كون، لو بدي أقول كلمة غريبة على مسمع الآخرين، أنانية بطاقتي، لا أقدر بعدين كون عندي طاقة قوية ارفع الحوالي. أنا لازم كون قوية، مو صح الحكي؟ وبالتالي لما أنا أترك نفسي عرضة للاستنزاف، اتضايقت من فلان، اتضايقت على فلان، حاولت أني أنا عيش مع الفلان حالة مثلا معينة كلها سلبية، حتى لو كانت حالة عاطفية أو تعاطفت مع شخص من الأشخاص اللي بيبتزوا عاطفيا أنه دائما بدهم، أنه هذا الشيء حيخليني استنزف، وبالتالي طاقتي ما عاد أقدر أعطي حتى الناس اللي يمكن تستحق، أو الشخص اللي ممكن أكثر شيء يستحق اللي هو أنا. وبالتالي نحاول كثير الإمكان نحمي طاقتنا ونبسط الأمور. أكيد. طيب راما خلينا نحكي كمان اليوم قديش بيختلف الأشخاص حسب البيئة والعمر بقدرتهم على اختزان الطاقة أو فهم على الأقل طاقة نفسهم. يعني في أشخاص بالعموم هم سلبيين، بيتعاملوا مع أي مشكلة بتصير معهم بطريقة سلبية، بيشوفوا السيء منا قبل ما يشوفوا منا المنيح. خلينا نحكي عن هاي الفروقات بالأعمار بالبيئة وبالشخصية. صحيح. هلأ في أشخاص مثل ما بيقولوا كل شخص له طاقة، بقول أنا ما إلي طاقة للقصة حتى لو كان الشخص يمكن مطلع. موضوع الأشخاص مثلا أنت ذكرتي على الأشخاص السلبيين، لا نحن ما بنحاول نقول أشخاص سلبيين، إنما نقول أشخاص مستنزفين. هدول الأشخاص مثلا بيكون عندهم كتلة ألم. شو يعني كتلة ألم؟ يعني أشخاص تعرضوا كتير لشغلات سلبية بحياتهم من طفولتهم، وهذا الشيء هنا ما تعاملوا معه بوقته، ما تعاملوا معه بطريقة صح، هذا الشيء خلاهم مع الوقت يشكلوا شيء اسمه كتلة الألم، بتضل مرافقتهم وعند أول كلمة تضرب على وترهم الأحمر، خطهم الأحمر. وكل ما كان الشخص كتير عنده، كل ما تكون كتير خطوطه الحمراء وكتير نقاط ضعفه، مثلا على مستوى يمكن تنطرق رجله بالطاولة، بيعصب وبيحكي وبيحكي وبيروح نهاره تماما، بكل نهاره بصير سلبي بسبب هيك حادثة. فنحن بنعرف كاختصاصيين بهذا المجال
انه هذا الانسان عنده كتله الم كبيره، وبالتالي اهم شيء لازم الانسان يتعامل مع كتله الالم تبعه، يعني يرجع حتى لو موقف له 3 سنين يرجع يحله، اما مع صاحبه اما يرجع يعمل غفران له بعدين للاخر. خليني اقول هي شغله كثير مهمه، التسامح مع نفسك اول شيء ومع الاخر، حاول نحل الموضوع باوله. كثير بيختلف الموضوع، كثير بيختلف كل انسان للثاني قد شو عنده القدره انه هو يتصالح مع اخطاء واخطاء الاخر، مع اخطاء خلينا نقول الاقدار المانا ايجابيه بحياته، مع انه نحن بنعرف انه كل تجربه هي بدرس، ما في شيء اسمه شيء سلبي وشيء ايجابي. نعم رغم نحن ما بدنا بس نحكي ب ب ب بشيء جانبي، ولكن خلينا نحكي بشيء عملي. تمام، نحن الصبح لما في كثير اشخاص بيكونوا تعبانين، بفيقوا تعبانين، بفيقوا بمودهم مانو صح، نحن كيف فينا نفيق الصبح؟ شو هي التدريبات يلي لازم نعملها؟ كيف لازم نبلش نهارنا؟ كيف لازم نكفي؟ خلينا نحكي بعد تفاصيل يعني او تدريبات فينا عملي. ندرب اشخاص او هن يتدربوا عليها انت بدون كوتش وبدون اي شيء لحتى هن يمضوا نهارهم بشيء حلو وهيك حلو. بتصير عادة كل يوم. حلو، سؤال كثير كثير حلو، والحقيقه كثير بنطرح يعني كثير بينطرح علي فعليا. نحن كيف بنبلش نهارنا عم نبرمجه، هي شغله كثير مهم يعرفها اللي عم يتابعونا، انه كثير مهم نعرف كيف انا ببلش نهاري. فاذا بلشت بطاقه مرتفعه وخلينا نقول ترددات عاليه، وبالتالي حيجيني افضل فضاء احتمال. كيف يعني فضاء احتمال؟ يعني احسن شيء ممكن يصير بهذا النهار، يعني بدل ما انا اروح على فضاء الاحتمال السلبي لانه طاقتي منخفضه، فرح يجذب مثل طاقه على، انا عم حاول بسط الفكره، طاقه على قد انخفاضه، وبالتالي هذا الشيء بده يعمل لي مشكله مثلا ما انا محسوبه او عرقلات ما انا محسوبه. لازم نعرف انه كثير مهم نبلش نهارنا بقولة انانيين بطاقتنا. يعني انا دائما بقول لهي كلمه وبيضحكوا علي رفقاتي، بقول لهم كل نهار بنفيق معنا سطل من الطاقه. نحن لما بننام بنشحن، وهي الطاقه لما نحن بنشحن فيها بنفيق بتكون صافيه بيور، مثل فعلا اناء فيه مي صافيه فينا نعمل فيه اللي بدنا اياه، يعني كان اي مشروب اي شيء. هي هذا الشيء الصافي انا اللي ببرمجه شو بدي فيه. انا هي الطاقه اليوم انا بدي اعرف شو وين بدها تروح، طاقه رزق، طاقة حب، طاقة عطاء، طاقة إبداع للأشخاص اللي عندهم أعمال إبداعية مثلا. فهذا الشيء كتير مهم. أنا لما في الصبح أول شيء أعمل توكيدات إيجابية. التوكيدات الإيجابية كتير بتهدئ، أنه دائما حتى نحن الصبايا نوقف على المراي نتغزل أنه فقت الأميرة. يعني كتير مهم أنه أنت تروقي حالك بالنهاية إذا ما في حدا يروقك. نحكي حكي مثلا أنا قادر اليوم أني أنا أمشي بني أعطي بأفضل احتمال. أنوي، كتير مهم إطلاق النية، أنوي أنه اليوم أعمل مثلا هذا المقابلة بأفضل احتمال ممكن. أنوي أنه أنا اليوم أنجح بهي المهمة. أنوي أنه أنا اليوم مثلا أتقابل مع مديري بالعمل بكل حب. كمان فينا نبلش نهارنا بإرسال طاقة حب. هلأ كيف نرسل طاقة حب؟ مجرد ما شفنا الشخص اللي كل يوم نتخانق معه بالشغل، فمشان دغري نعمل طاقة إيجابية وفضاء احتمال إيجابي. فأنا بتخيل هذا الشخص بغمض عيوني ببتسم بستدعيه، لما بستدعي شخص جواتي يعني في شيء من هالته بيكون أنا بقدر أتواصل معه، فبرسل له طاقة حب. كيف؟ بأنه ببساطة أنه أنا بحبه لأنه موجود، هذا انسان شريكي على الارض. يعني نرجع للشيء الفطري كثير جواتنا، انه نحن فعلا كلنا بالنهايه بنحب بعض. نتذكر كيف كنا اطفال، كيف لما هيك لعب الحديقه، يعني نرجع لهي الشقفه فينا نرسل طاقه حب للاشخاص اللي نحن حماتنا مثلا. فكثير هذا الشيء رح تلاحظوا، انا متاكده انه رح تلاحظوا انه هذا الشخص ما رح يكون عدائي معكم اليوم بطريقه معينه. يعني مشان هيك نحن بنتعلم طاقه، مشان نجرب. كمان راما كثير بنسمع عبارات بتقول انه ما بيصير نقول النفي لما بدنا نشحن الطاقة او نعمل توكيدات، يعني ما بيصير نقول ما بدي اعصب، لازم اقول انا بدي ضل رايقة. صحيح، يعني قد ايه صحة هي المعلومة؟ صحيحة 100%، لانه اللاوعي تبعنا مثل جهاز الكمبيوتر او برمجة الخوارزمية الكمبيوتر، انه انا لما بقول لا ما بياخذ لا دائما، او طالما انت قلتي اللفظ السالب مثلا انه ما بدي اغضب، فالقصة مثل الصدى، اغضب اغضب اغضب، انت برمجتي حالك على يعني هي هيك القصة. لا، انا بحاول اقول الفاظ ايجابية، انه مثلا حتى انا ما بدي امرض، لا انا بصحة جيدة،
حتى لو كان الشخص عم يعاني من حاله يعني صحيح صحيح هاي المعلومه. ايه لازم انه تغيبوا عن فضاء او خلينا نقول عن مجال ادراككم كل الشغلات اللي ممكن تكون سلبه وحاولوا عيشوا، لانه هي القصه نقله. انا يعني ما بنتقل من موجه السلبي لموجه الايجابي، مثل كانه فقتوا من منام انه وين كنت. واهم شيء الواحد يضل يشكر، يشكر ربه، يشكر الاشخاص، الامتنان، لانه عن جد يمكن كلنا مرقنا بتجارب من المرض، بتجارب من الفقدان، كنا كثير بحاجه لبعض ولحتى نحن نكون حد بعض اكثر يمكن. هي انا بس بدي اعلق على اصل الامتنان، الامتنان في تجربة صارت انه كانوا عم يقيسوا القلب وعم يقيسوا المجال المغناطيسي للقلب، فهو فعليا هي معلومة انه هي اوسع مجال مغناطيسي للأرض هو اوسع من الدماغ، وبالتالي القلب لما يكون بحالة امتنان وحب بصير مجاله يتوسع أكيد. ليشمل الهالة. يمكن بأوقات تانية رح نحكي تفاصيل اكثر. بدنا نشكر وجودك معنا. شكرا لك، شكرا كثير لك رامة.